71 عام مروا وعيد الجلاء عم يحفر بذاكرة السوريين قصص وحكاية، يمكن بموقف، بشخصية أو حتى غنية. كيف ارتبط هالعيد بذاكرة بعض السوريين؟ كاميرا صباحنا غير نزلت على الشارع واستطلعت الآراء. عيد الجلاء بشو مرتبط بذاكرتك؟ يعني بالعزة والنصر وأيام الفرحة بسوريا وبالاحتفالات أكيد اللي كانت تصير بالمدرسة. أي إنه جلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي السورية. عيد الجلاء هو عيد كل إنسان شريف، عيد جلاء المستعمر عن هالبلاد. فنان عبد الرحمن آل رشدي الله يرحمه كمان كتير كان له بصمته بهالموضوع كمان، إيه إنه في غنية له لالي لالي. يعني أيام الطفولة كنا نطلع بالمسيرة ونطلع بتعرفي الفرحة الكبيرة إنه تحرك ورجعنا مثل ما كنا مثل تاريخنا، يعني بنضل متجازين بأرضنا. في أيام المدرسة بنزلونا بيعملوا لنا احتفال بيوم عطلة. والله مرتبط بذاكرتي أيام الطفولة، أيام المدرسة كان بنفرح فيه لأنه كان عطلة، واللي بنعرفه هو أنه جلاء المستعمر عن وطننا وعن سوريا. عيد الجلاء كان خططي أول يوم. هلا في الأغاني الوطنية اللي كتير كنا نسمعها ونحن صغار، خاصة وقت حطوها الصبح، هي كتير حلوة. أكثر شيء بذكرني غنية موطني فورا بتجي على ذهني، غنية يا المطرب محمد سلمان، شريا يا حبيبتي.